بعض الناس هدانا الله وإياهم يتشائم يتطير. هنا إنسان قال جرار دشتي باطل إنادكن يتوقع الشر دشتي باطل دشتي بيس إجرب عالمي بكلمشتك. سبحان الله سبحان الله. المسلم الموحد لابد يتفاءل دائما ولا يتطير. مسلمانك رب عالمي رأينات كأهل توحيدي قري هر زمان تشتي باك هيوا تشتي باك بس أنا هيوا تشتي بيس ناس أنا. الذي يتطير هو المشرك المنافق أو مبرك هر زمان تشتي بيس تفكرة هر زمان قلبي دا تشتي فيه بيس دي أو علامات منافقة. من الذي يقدر لنا الأمور يكتب لنا الأمور؟ قدر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر علينا هذه الأشياء. قدر رب عالمي ما روانتش داد النبيسة رب عالمي ما رباكي بيسي كي جانا أويد بيجا. والله لا يأتي من الله سبحانه وتعالى إلا الخير. إذا رب عالمي ترى باكي بيشتر تشتاك ناي. بعض الناس يتطير يتشائم ببعض الأشخاص، يعني يرى شخص مريض مثلا أو أعور أو أعرج قال إنسان تشتاكي بيس دوينة مبرك ناخاش دوينة 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 أبو ناخاشوشي بيساري مدار أو يا ببعض الأصوات صوت الحمار صوت الكلب. مثلا هنا إنسان تبيجا أها كاري دنجك هذا خص صيح أو دنيك هذا خص دمك بيسيك هذا بيسرمة. أو ببعض الأماكن يقول ما أمشي من هذا الطريق يحصل لي حادث فيه. قال إنسان تبيجا أزبير غير رد شم بلاك هذا يسرمة دا أنا تشتناك إيش نرأس الشريعة دا. أو ببعض الأرقام. مثلا هنا إنسان شتينين رقمه مثلا تبيجا سيس ده بانس ده شانس ده أبك رقمنا أب عددنا أبنا عدد بيس. هذا من الشرك الأصغر لا بد الحذر. أما الشركة جوجكة أما الشركة قريم جوي داري خبب فارزينة.